السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة بليتلي في مجمع بليتكنت. جينا نصور شقة 4 غرف صالة، مساحتها 185 متر مربع. زي ما احنا شايفين جينا وصلنا الدور الرابع. هذا الأسانسير زي ما احنا ملاحظين، الغاز الطبيعي واصل لكل شقة زي ما احنا شايفين. مدخل الشقة من هنا، الأرضيات كلها سيراميك. يجي هنا على اليسار الانترفون زي ما شايفين، باب الشقة شيء جميل. نجي على الصالة، مساحة الصالة مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله. أرضيات كلها باركيه فاخر. إطلالة الصالة ما شاء الله على البحر مباشرة، إطلالة جدا رائعة. المطار مقابلنا على طول، شايفين هذا مدرج المطار. المجمع مخدوم، في سوبر ماركت قريب من المجمع في الطرف هذا جدا قريب، سوبر ماركت شوك. المجمع في جلسات عائلية، مواقف للسيارات. نجي هنا يمين الصالة، في بلكونة، مساحة البلكونة كبيرة وشرحة. إطلالتها أيضا على البحر وعلى الطبيعة. هذه مساحة البلكونة، لها مخرج من المطبخ ومن الصالة، إطلالة من الجنب على الطبيعة ومن الأمام على البحر، يعني إطلالة جدا رائعة. نكمل تصوير باقي الشقة. الشقة كاملة مزودة بتدفئة مركزية زي ما احنا ملاحظين. نطلع من الصالة، نجي هنا يسار الصالة المطبخ، دواليب المطبخ راكبة ما شاء الله تبارك الله، نوعية جيدة فاخرة. الغاز الطبيعي واصل للطبخ للتدفئة وللمويه الحارة. بجوار المطبخ غرفة أولى لها بلكونة جانبية أيضا الغرفة هذه، إطلالتها من الخلف على الطبيعة. مساحة البلكونة مساحة كويسة. نكمل التصوير، نطلع من الغرفة الأولى، نجي هنا على اليسار. هذا التوزيع الصالة، هذه الممرات الهول، توزيع الغرف. نجي هنا على اليسار دورة مياه أولى، وانتم بكرامة. مقابلها دورة مياه رئيسية، المروش والكلوزيت والمغسلة. مساحة دورة مياه الرئيسية مساحة كبيرة. نجي هنا عندنا المساحة الصغيرة، هذه تعتبر مخزن، غرفة صغيرة مخزن، نقدر نستخدمها كمخزن أو على الاحتياج اللي ترغبونه. هذه الغرفة الثانية مساحتها كويسة تقريبا 3.5 3.5 مساحتها. نطلع من الغرفة الثانية، نجي هنا على الغرفة الثالثة تقريبا نفس المساحة. غرفة ثانية، نقول الغرفة الأولى للأطفال، غرفة ثانية للبنات للأولاد مثلا، غرفة أولى للبنات غرفة ثانية للأولاد. نجي هنا على غرفة الماستر، مدخل الماستر من هنا، له حمام خاص فيها ومروش. وهذه المساحة مساحة غرفة الماستر.
إطلالة من الخلف على المجمع وعلى الطبيعة. إطلالة غرفة النوم على الطبيعة. مساحة جدا جميلة ورائعة، توزيع جدا جميل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.